خليج عدن يعود للواجهة، ومرة أخرى الأمر يتعلق بتهديد حركة الملاحة البحرية بزورقين مطاطيين وخمسة رجال مسلحين. سنترال بارك سفينة جديدة تتعرض للهجوم قبالة سواحل اليمن. السفينة التي تحمل علم ليبيريا نجت هذه المرة من الاختطاف بعد أن استجابت البحرية الأمريكية لنداء استغاثتها. واشنطن أكدت أن محاولة الاختطاف الفاشلة يقف وراءها قراصنة صوماليون قد تنقصهم الخبرة، خاصة وأن الحمولة تتمثل في حمض الفوسفوريك. مصير سفينة جالاكسي ليدر التي كانت تحمل 2000 سيارة كهربائية قبل أيام كان مختلفاً. مروحية إنزال وعدد كبير من مسلحين مدربين سيطروا على السفينة قبل أن يقتادوها إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي. عودة الحوثيين لاستهداف السفن التجارية واختطافها لم يكن السبب الوحيد في تدهور أمن خليج عدن ومضيق باب المندب، بل خلق فوضى شجعت القراصنة على العودة للنشاط ليهددوا بذلك سلامة أحد أهم الممرات البحرية العالمية. واشنطن أرسلت مدمراتها لتنفيذ دوريات لحماية الممر البحري، لكن هذه المرة أثناء تحريرها لسفينة سنترال بارك تعرضت إحدى مدمراتها لاستهداف بصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين. الصواريخ سقطت بعيداً، لكن التصعيد بلغ مستوى جديداً إذ باتت عمليات الإنقاذ مهددة شأنها شأن سفن النقل البحري.